بنشرف دلوقتي باستضافة الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، وزير الصحة السابق. دكتور أشرف، مساء الخير. أولا، الفيروسات عادة بتتحور بشكل سريع زي فيروس الإنفلونزا العادية، لكن المتحور الجديد إمتى بيكون خطر؟ إمتى بيكون أقل خطورة؟ إمتى بيكون سريع الانتشار؟ إمتى بيكون قليل الانتشار؟ تمام، أهلا، مساء الخير يا أستاذ عم. أولا، فيروس الكوفيد 19 هو فيروس تنفسي، يعني زي الإنفلونزا، فهو في حالة تحور مستمر. التحور المستمر ده من 2019، من ديسمبر 2019 زي ما ابتدى في ووهان في الصين، ابتدى بعديه يبقى في تحور آخر، بقى في التحور الإنجليزي اللي كان بيسمى إنجليزي، ثم اللي هم الألفا، ثم البيتا اللي هو التحور الجنوب أفريقي، ثم الجاما اللي هو كان تحور في البرازيل، ثم الدلتا اللي هو آخر تحور اللي هو لسه كان موجود في العالم كله، اللي هو كان في الهند الدلتا والدلتا بلس اللي هو انتشر في العالم كله. التحور الجديد اللي هو الأوميكرون بقى، اللي هو تحور رقم 13 في الفيروس، الخطورة بتاعته إن هو لسه ما انتشرش على مستوى العالم، هو لسه كلها حالات، يعني ما وصلتش حتى 100 حالة على مستوى العالم في اكتشافها، ولكن هو اتحور في جنوب أفريقيا. الأغلب إنه تحور في أشخاص ذوي نقص المناعة مكتسبة، كان عندهم إيد وحصل التحور داخل الإنسان، وحصل تحور في زي ما حضرتك قلت كده البروتين الشوكي او السبايك بروتين. السبايك بروتين خطورته هو التحور هنا 32 مره زياده عن التحور اللي موجود في الدلتا، متحور دلتا. ال 32 مره دي ممكن تخليه لسه ما حدش متاكد ان هو يبقى التطعيمات اللي موجوده عندنا تبقى اقل، يعني ما تقدرش تاثر على هذا النوع من الفيروس. دكتور اشرف، يعني يمكن علشان كده في رد الفعل ضد اوميكرون كان شديد، ربما الاتحاد الاوروبي منع الطيران مع جنوب افريقيا، وتسع دول الخليج منعت، مصر منعت، امريكا منعت. هل لانه 32 مره ازيد من دلتا مثلا فعشان كده الخوف منه اكتر؟ الخوف منه اكتر، ولسه مش عارفين الاثر بتاعه ايه، هل هو كمان هو انتشاره اكتر بيصيب الناس اكتر، ولكن هو هيحصل لانه ده تحور للدلتا. فلكن هو احنا بنقلل، يعني اما نمنع الطيران المباشر مع جنوب افريقيا بنقلل دخوله لحد ما يتفحص في المعامل والعلماء يعرفوا التطورات. شركة فايزر وشركة موديرنا أعلنوا أنه خلال 100 يوم هيحوروا التطعيم بتاعهم بحيث أنه يبقى يقدر يأثر على هذا التحور الجديد. هنشوف الأدوية الجديدة بتأثر عليه ولا لأ. الحاجات دي كلها في المعامل والجامعات كلها بتشوف أثر هذا المتحور الجديد، لأنه ممكن في الآخر ما يبقاش للخطورة الشديدة جدا، لأن حتى مثلا فيروس الدلتا اللي هو لحد النهاردة هو 98% من الفيروس اللي موجود في مصر، في الموجة الرابعة الحمد لله كان أقل خطورة وأقل شراسة من اللي كان قبل. لكن لغاية ما نعرف مدى الخطورة فإحنا بناخد الإجراءات الاحترازية. الإجراءات الاحترازية للمنظمة الصحة العالمية طبعاً. طب دكتور أشرف، هو ليه التحور بيكون مناطقي؟ يعني مرة تحور لكورونا في الهند، مرة في أمريكا اللاتينية، الآن في جنوب القارة الأفريقية، ليه بيحصل التحور بشكل مناطقي؟ هو أولا تجمع بعض الناس، زي مثلا في جنوب أفريقيا التفسير المرة دي إن هناك عدد كبير من المرضى عندهم نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيد في جنوب أفريقيا، والإصابة عالية هناك بالدلتا، فما حصل دلتا إصابة دلتا في هؤلاء الأشخاص حصل تحور داخل هؤلاء. قبل كده في الهند كان في بعض، يعني كان بيبقى في كل حتة معينة بيبقى فيها سبب معين، لكن هو بتبتدي هنا وبتنتشر في العالم كله. يعني الدلتا دلوقتي موجود في العالم كله، مش موجود في الهند بس، موجود في مصر وأمريكا وإنجلترا، فهو مش وما راحش ليهم عن طريق الهند، لا تحور في بلدهم في نفس البلد نفسها. نعم، بشكرك جدا ضيفنا العزيز الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، وزير الصحة السابق، إن شاء الله يعدي هذا المتحور بخير.